قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقبل أن يودع الحياة والأحياء يوصي أمته بأغلى الأشياء وأعزها وأهمها وأخطرها وما يخشاه عليها، فيقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، الله الله في النساء فإنهن عوان بينكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.